يا كابتن عادل، انت بتزعل انه كان بيبقى فيه نوع من المراوغة، وده اللي بيزعل، مش ان ولا انت بقى تطلع او والله تدخل. والله يا مش سامي هو ده بزعل. اللي مش هو ده عايز اللي اقول لك، بيزعل. عايز اقول لك تخرج مع الف سلامة، لكن اللي بيزعل ان انت التصريحات بتتغير، ان الوعود مش هي، ان الاتفاق مش هو. لما الحاجات دي تتغير، هو ده مش بيزعل كمان، بس بيخليك كده هو في ايه، يعني بيخليك تحط كذا علامة استفهام جنب بعض. مش ان انت تخرج من النادي او تمشي او تروح او تسافر او تقعد في بيتكم، لا مش ده اللي بيزعل، عشان لا برضو الناس طبيعي. تفهم. لا لا، بصي، ان انت كلامك مش هو ده اللي اتقال، فانت بتخليك يعني في حاجة هو غلط، في حاجة يعني غريبة طبعا بتحصل. كلامك مظبوط، لان احنا بس لو بتتكلمي وخاصه على رمضان مش عايزين نفتح تاني الموضوع، ولا بتكلم عن لكن رمضان ولا الوعود اللي بتكلم عن بتطلع، شيء، ومش لا بتكلم، انا بتكلم بشكل عام يا كابتن، ما مش مش عايزة كل اقول اسماء بيوعد. على لا فكرة، ما هو مش عايزة اقول خلي بالك، اسماء. مش كل الناس بتوعد ان انا قاعد في النادي الاهلي. انا باخدها من منظور واحد، منظور ان دلوقتي في لعيب عندي عقده بيخلص، انا عشت في اوروبا 15 سنه، النادي الاهلي بيجي يا استاذي انت يقدم عقدك عرض. هيخلص، ادي العرض بتاعي اهو، بيبقى فيه اصل ده عرض وطلب، ده بروفيشنال وايز. اي والله انا بقدم للكابتن عادل، بقول له عادل انا اهو، ممكن عادل يقول لي بس ممكن اشيل دي واحط دي، طب ممكن، فبيرجع لي تاني الامر، فبقعد مع اللجنه، طب عادل عايز كذا، بنوصل في الاخر لرقم. انا شايف كل الارقام اللي اتعرضت على كل لعيبه رقم كبير، رقم كويس اي بالنسبه لي يعني، بالنسبة لمستقبلك، لا بالنسبة مستقبله، لا لمستقبلك وكمان يا طبعا. سهام بالنسبه انت للفلوس، الناس بتاخد، الناس عايشه ب 2000 جنيه في الشهر، طيب في ناس بتشتغل من الساعه 8 الصبح لغايه ما الساعه تقوليش 8 بقى دي. بالليل، ما فالرقم كبير. خليني انا بتكلم اتدخل في بكل الامر امان ده يا يعني، كابتن انا هاني. اللعيبه ما تزعلش مني، بس ده لا واقع يعني. خلينا اتدخل في الامر ده واسالك سؤال. بقول لك مثلا لو احنا اتكلمنا على، انتوا جبتوا سيره موضوع رمضان مثلا اللي انتوا اتكلمتوا عليه، يعني ماذا لو النادي الاهلي عمل الصفقه بمثلا ب 260 مليون؟ اولا انت جبت طاهر، محمد طاهر ب 25 مليون، الدنيا اتقلبت، وفي ناس اتجابت ب 80 مليون في انديه تانيه محدش جاب سيرتهم، خلي بالك. عشان كده انا بقول لك طبعا الهجمه الشرسه ازاي. لما انت لو جبت اللاعب ده ب 260 مليون هتتهد الدنيا عليك، هيقول لك سفه، هيقول لك انتوا بتدوا ارقام كبيره، انتوا هيقول لك اعلى بتبوظوا من الكوره. قيمته التسويقيه اصلا، انتوا هيبقى بتبوظوا الكوره. يعني طب انا دلوقتي لو شوفوا بقى الاحصائيه اللي انا هقولها لكم عشان بس اوريكم النادي الاهلي في ضرب فيه ازاي. القيمه التسويقيه للدوري المصري 425 مليون جنيه للفرق كلها، دي القيمه التسويقيه. ده ده للسبونسر بيدفع كده عشان ده الراعي يعني. عارف كام سنه؟ لا في 4 سنين اعتقد، في 3 سنين. حلو. لما يكون لعيب ب 260 مليون يعني اكبر من النص او قد النص مثلا، الناس تقول لي او اكبر او يعني 40% من الرقم التوتال بتاع، الناس هتقول ايه؟ فلما تيجي تشتغل بعقلانيه شويه الناس تيجي تقول لك ايه؟ انت بتتكلم غلط لا يا وبتشتغل عادل، غلط. ده اللي بقى اللي عايز اوصل له، ان في ازاي انك تعمل كده؟ انك انت بتحط، النادي الاهلي بيحط قيمه معينه. انا في وجهه نظري، صح، انا عشت ده بره وعارف، وعارف تقييم ده كويس، طب ان القيمه ديت قيمه ممتازه، مش هستخسرها في اللعيب، لكن قيمه ممتازه ولا تناسب الدوري المصري، يعني اعلى كتير جدا، مبالغ فيها مبالغ يعني، فيها مبالغ. بشكل كبير. بروميسنج جدا، لعيب كويس قوي، لعيب صغير عنده 23 سنه، امكانياته الفنيه عاليه تمام. قوي، ده النادي الاهلي قدره بشكل اكتر من رائع. على الجانب الاخر، النقطه اللي انت قلتيها انه دايما كان في بيطلع كلام ان لا ومش هلعب بره، وده انا عارف ان رمضان، وانا اتكلمت مع رمضان يعني من فترات طويله، عارف انه طموحه، قابلته هناك في انجلترا، وهو نفسه يلعب في الدوري الانجليزي، نفسه يلعب هناك، مشروع، حاجه مشروعه طبعا، حاجه مشروعه، وحاجه النادي الاهلي مش هيقف ضده، لان هو النادي الاهلي اللي طلعه، وبعدين النادي طبعا، الاهلي رجعه، والنادي وبعدين الاهلي النادي العام، الاهلي النادي الاهلي طلعه وهو ايه، خلي بالك يعني صغير كمان. لا ونقطه مهمه، النادي الاهلي طلعه وهو في عز مجده، كان بيأدي كويس قوي، كان لعيب مميز النادي طبعا، الاهلي رجعه وهو في اقل مستوى ليه، بدليل انه ما لعبش ولا مباراه، ايوه، او ما لعبش في الدوري الانجليزي كتير، ما لعبش كتير، كان عنده اصابه، والنادي اصلا كان بيمر بظروف فانت صعبه، عليته تاني ده طبعا. بس خلي بالك عشان بس اقفل الموضوع ده بالظبط.
اخر كلمه فيه يعني، هو مش لعيبك، هو كنت انت بتشتريه. عشان كده بقول لك ان النادي الاهلي ما فشلش في صفقته، ده بالعكس النادي الاهلي اتعامل باحترافيه لانه مش بتاعته. انت قدمت عرض، في ناس علت عليك، هو اللاعب بقى دي نقطة مهمة قوي يا عادل، لأن كان في ناس إن فاكرة إن هو النادي إنه الأهلي راح من النادي الأهلي، النادي الأهلي فشل في الإبقاء على رمضان. لا لا خالص، هو النقطة دي مهمة قوي برضه. طبعا إيهام يعني رمضان مش بتاعك أصلا يعني، هو لاعب بيلعب في الدوري الإنجليزي، هو تبع نادي، فأنت بتقدم عرض. إذا كان اللاعب رفض أو النادي رفض عشان يجي له، والنادي محق، النادي الإنجليزي محق جدا لانه هو عايز الاعلى، ولقى في مشكله كمان. انت هنا في مصر بنعمل لا معقول، حتى مش في صفقه رمضان، انا بتكلم في عامه. لما بيجي نادي يجيب لاعب، في نادي تاني مش محتاجه مش عايزه، ولكن يعلي عليه، عارفه يعني اللي هو ايه، يخرب له الامر. اللي هو ايه، يقول للنادي ده انا هجي اخد اللاعب، هو مش عايزه بس يحط رقم اعلى علشان النادي اللي عايز اللاعب ده يدفع رقم اعلى. طب ما انت تسيب، علشان كده الانديه بتلعب بيها الكوره من اللعيبه ومن السمسرة. دي عندنا دي مشاكل كتير دي من مشاكل طبعا يعني انا بكلمك بمنتهى الامانه، الانديه بتلعب بيها الكوره يعني الانديه بتتعب.